الجزائري، تعرفوا انه كانوا مرسوم الصلح الجزائري انتهت اجاله 11 نوفمبر، اللجنه هذيك كان اقصى في منذ البدايه رئيسها، والمقرر عاما بعد اقصى او يعني اقال اعضائها، وصلت 11 نوفمبر انتهت. هو في 6 شهور الولاء كلمه عرضناها اكثر من مره، سيد سعيد قال نتيجه صفر، اعطاهم التمديد الاولي ونهائي. النتيجه في احسن الحالات بعضهم يقول راهو ثم 35 مليار مليون دينار، 35 مليار من اللي ماتنا، هذا مفترض باش ياخذوه مش ياخذوه مسباس. حكى سيد سعيد نهار الجمعه قال انه مش يمدد في او يعني تنقيح قانون الصلح الجزائي. هترجعوا على كلامه في لجنه الصلح الجزائي، وكل مليارات المليارات. والان نسال ماذا عساه يفيد التمديد والا التنقيح تاع المرسوم هذا اذا كانت ضربت عام كامل وما جبتش ولا شيء. يلا. ونحن اليوم في سباق ضد الساعه، الاموال المنهوبه كثيره ويمكن استرجاعها، ويمكن ان استغني عن اي طرف خارجي باسترجاع هذه الاموال، ولا مجال للتفويض مره اخرى في اي مليم، لانه من حق الشعب التونسي، وهذه الاموال وتم تقديمها من قبلكم بالملايين الدينارات وتابع العمل تقريبا يوميا حول من جنحوا الى الصفر، وهناك عديد الملفات التي بين ايديكم، وهناك الاموال الكثيره التي يجب ان تعود الى الشعب. صلح جزائي عوض السجن، ولكن يمكن ان نسترجع هذه الاموال في اطار المرسوم للقيام بمشاريع في الجهات بعد ترتيب هؤلاء الذين يتم ابرام صلحا جزائيا مؤقت معهم في المرحله الاولى قبل انتهاء المرحله الاخيره، وهي الصلح النهائي بعد القيام بالمشاريع التي يطالب بها الشعب في كل الجهات. تعلمون بطبيعه الحال النص الاكثر تورطا يتوجه الى الجهه الاكثر فقرا، ولديكم كل المعطيات. هناك إذا مرحبا من جديد. أموال كثيرة يجب أن تعود للشعب التونسي، ستغنينا عن المساعدات. سيد ماهر المذيوب، سيد سعيد هل هو جان أم ضحية؟ هو نفسه وضع أمال كبيرة في اللجنة هذه، هو مش عارف بدقائق الأرقام مليارات المليارات، في الأخير هو نفسه مصدوم من الحصيلة الهزيلة بتاع حق بيت في بعض ضواحي العاصمة. ربما سيد قيس سعيد استاذ مساعد القانون الدستوري كل يوم ينتهك الدستور والقانون. اللجنة هذه قال يجد لها مرة واحدة، الآن يحب يجدد لها ثالث مرة. هو تنقيح مش تجديد. إيه ما تنقيح، مش معناها باش يجدد لها لتجديد للجنة قد غير أعضائها كل. لا مش سيجدد لها 6 شهور، هي يعني الأصل معناها مهمتها 6 شهور وزيدها مرة، معناها 6 شهور أخرى، الآن بيزيدها 6 شهور أخرى. بالنسبة لسيد قيس سعيد، بخلاف معناها علاقته المتأزمة مع الدستور ومع القانون، علاقة كذلك حقيقة مضطربة جدا، وعدم فهم للأرقام ولأبجديات الاقتصاد. للأسف الأشياء هناك رؤية اقتصادية، هناك مخطط اقتصادي، هناك مجلس نواب، هناك مؤسسات، هناك رجال أعمال، بينما السيد قيس سعيد عن 3 حاجات. اول شيء الاموال المنهوبه، وفي الاسبوع الماضي معناها تقريبا هذا الباب قد اغلق. نعم. الشركات الاهليه، وهنا نحذر كل من قائمين على الاراضي الدوليه، سواء كانت معناها صبغتها فلاحيه او اي صبغه غير فلاحيه، راهم حذرهم، راهو انه عين المواطن وعين مراصد الرقابه وعين المواطن التونسي راهي لا تنام. اي اراضي الان يعطوا فيها معناها سبهلله للشركات الاهليه ويقع دعمها من معناها اتحاد معناها البيانا، راهو بعد قيس سعيد في الاخير كيف وكيف غيره، لن ماهوش باش يعمر في الدنيا هذه وماش يبقاش مدى الحياه. نعم. معناها سيغادر وسيحاسب كل من معناها سلم في ارض تونسيه بدون وجهها. ثم موضوع الصلح الجزائي. صلح الجزائي صلح يا رجل. هو الان قيس سعيد معناها وبرلمانه وكذا
يسعى لأهداف الانتخابية، أنه ينحي تجريم الشيك، تجريم الشيك. بالتالي هو حب معناها الأصل أن يقول هذه معاملة تجارية، إذا نحيه معناها السجن، نحيه. وهذا شيء طيب، وإحنا كل مبادرة طيبة نشجعها حتى لو كان فيها أهداف انتخابية. الآن أنت تقول الصلح الجزائي، الصلح الجزائي وجاي معناها أعمدة من أعمدة الاقتصاد التونسي بعد ما كمل من السنوات ومن السياسيين ومن الإعلاميين ومن النقابين، الآن جاء وما زال سيتعمق كثيرا في رجال الأعمال. أعمدة الاقتصاد التونسي بين ظفرين تناقص سماه. لا لا سمحني. اسمح لي عاد، طبيعة النشاط الممارس، ثم ناس مجرد يعني ايش نقول لك، طبيعة النشاط نتاعهم عندهم فلوس، أما حتى يكون دقيقين أعمدة الاقتصاد تناقص سماه. نعم. من حقك تناقش أي شيء، إذا كان عندك على الدغري أي ملاحظة تفضل. سي حسين دغري هذا من أعمدة الاقتصاد التونسي، هو عنده بنك وعنده مجموعة من الشركات. بالنسبة لسي مبروك عنده مجموعة من الشركات. بالنسبة لسي حماد المدب اللي خايق فيه عنده مجموعة من الشركات. بالنسبة لسي مكشر، بالنسبة لأي إنسان عنده مجموعة من الشركات. أنا بالنسبة لي أي إنسان يخدم أربع من الناس نحترمه، يخدم في القانون. وشيء آخر، أنت قلت صلح، أنت مشكلتك مش قضية الصلح الجزائي، أنت مشكلتك لأنك فالس ومبلع وما عندكش منين تاخذ فلوس من برا، ولميت الكاش الكل، لمه الكاش الكل لمه من الداخل. اقرا اليوم التحذير اللي اصدره البنك المركزي، اقرا نعم. التحذير اللي صعوب مش مخاطر تهدد الاقتصاد التونسي، انت صعوبات تداين البنوك التونسيه. نعم عفوا، انت تحب تاخذ هؤلاء اجرموا. نمشي معك، اي انسان سواء سياسي ولا نقابي ولا أي إنسان خذا مليم من الشعب، علاش ديما أقول أنا لأهل النهضة أساسا اللي أنا عاشرتهم ونعرفهم عن قرب، أعطيني واحد من النهضة شدوه هز فرنك من الدولة التونسية، ولا اعتدى على أرض من الدولة التونسية، ولا سرق مصنع من الدولة التونسية، ولا معناها هز فلوس وخربها للخارج من الدولة التونسية. نتحدى أي إنسان يخرج لواحد من النهضة مورط في حاجة كما هكا. بالنسبة للسادة والسيدات رجال الأعمال، راهو رجال الأعمال مش كما السياسيين كما احنا نقولوا في الشرق معترين كما احنا مهجرين ومعتقلين وكذا. رجال الأعمال لما تتعامل مع رجال الأعمال لا، مسألة حساسة، راهو الثقة إذا ضربت ما عادش يجيك حتى حد. سماها لكن رجال الأعمال بين ظفرين، اسمح لي، راهم ما يجاهمش في الشارع وشدهم في حبسهم، راهم عندهم ملفات. اسمح لي، بغض النظر على أنه أحكام نهائية، ثم ناس بالفعل مستدينة وضاربة فلوس من البنوك وما يبلوك ما يبنوك. عايز اسمح لي، عجزة النهضة والحكومات الموالية أنها تحاسبهم، هو أعطاهم مجال بالوعود عامين وسمعوش كلام ولا عام كامل، الآن يقول أدخل الحبس. سمحني، قلت لك شو، أنت تحكي على صلح جزائي. الصلح الجزائي يتطلب أنك تتناقش مع الناس هذوما وتاخذ تعطي، لانك انت شنو هي معناها الديل، هي صفقه. اسمعي يا صلح، هي صفقه مع هؤلاء باش معناها يكفروا عن ذنبهم. اللي يعمل صفقه ما يدخلش للحبس. قلت لك اللي معناها، ارجوك تبعني منيح سي حسين، اللي يحب يعمل صفقه ما يدخلش حبس. تدخيل الناس للحبس يعني فشل. انت ما تحكيش على صلح وقتها، عديم محاكمه وعديم السجن مباشره حقك. وبعد القضاء اذا كان مستقل فهو ما يقوم بخدمته. هذا ايش حاب نقول لك. نعم. هو جاء قال هذا صلح جزائي، الناس انخرطت فيه، لكن ياخذ وقت، راه مش معناها تحب تاخذ اموال الناس بالباطل. قال نختصر الزمن هو. نعم، هو الصلح الجزائي فكره نتاعه والهدف نتاعه حسب المصرح انه يختصر المسافه بالزمن. بارك الله فيك، بارك الله فيك. انا شو نقول، انا شو نقول، انت لا ما تتعاملش مع الناس لانك انت فالس ولا مخسور. باش تحب تفك الناس فلوس مش باش تعمل مشاريع، لانك تحب تدخلهم من ميزانيه الدوله. باش تكون الامور واضحه، ما يمكنش الانتقام والتشفي. راهو شو فيك تدمر سياسيين، فيك تدمر نقابيين، فيك تدمر كذا. اذا مش تدمر الاقتصاد بلاد مش تبرك وهي باركه. ما لازمناش، انا مانيش ندافع على حتى حد ولا تحدى. انا نحكي لك كمان مديو اني نهار
دقيت على رجل أعمال، ولا كلمني رجل أعمال تيتي على كلمة سيرتي 10 سنوات في البرلمان، ولا واحد قال رجل أعمال نعرف أصلاً أني قعدت عمل قهوة أنا مهند مديوب. لكن أنا نقول لك الاقتصاد يقوم على الهدوء، على الثقة، وما يقومش على التهديد، وما يقومش على التشفي، وما يقومش الاقتصاد رجال الأعمال يقولوا خايفين. تحب تاخذ فلوس تنجم تاخذ فلوس، أول شيء بالعدل، ما فكوش أرزاق الناس هكذا، ما احنا رجعناش تعاضد. اثنين، أنه يكون مسألة فيها عدالة. وثلاثة، علاش الحبس؟ ما تقول الصلح جزائي. نعم، يعني السجن هالرجال الأعمال مشمولين هو إعلان واضح لفشل الصلح في الحد الأدنى. نعم، هذا أحسنت أنت، لأني كنت قلت صلح. كما يجي واحد يقول راهو حاب يطلق شيء، بعد قال نعم صلح، بما يجي ما ترجع المرأة كذا إلا ما يشترط الرجل يعمل هذا والمرأة تعمل هذا وكذا. فيها تنازلات وفيها. نعم صحيح، أنا نفهم اللي أنت مخسور يا قيس سعيد، نفهم اللي بلاد فلستها بسياستك برعونتك، هذا كله نفهمه. أما راهو نقول لك كما انهارت البرلمان، قلت لك راهو ظلم ظلمات. كما أنت جيت منعت رئيس البرلمان بالدبابة، نفس الشيء كما رجل أعمال. نعم، وإلا قاضي سامي، فهمتني، وما قضاة سامين الآن موجودين في السجون، فهمتني، راهو ظلم ظلمات. وكما تعمل تعمل لك. نعم.